ماذا عن حكم العقيقة؟ العقيقة تذبح عن المولود سواء كان ذكر أو أنثى، وهي سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني العبد لما يرزق بولد أو بنت دي لها فرحة، نعم، فتحتاج إلى شكر. وبالتالي سن النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الشكر وأدواته لله عز وجل أن يذبح من رزق بولد أو بنت ذبيحة، نعم. ويسن فيها أن يذبح الذابح إذا رزق بولد ذكر شاتان، أما في الأنثى شاة واحدة، وتجزئ واحدة عن الولد، عن الاثنين، عن يعني عن الأنثى وعن الولد، يعني أقصد، نعم. 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 هذا يعني إن لم يكن بالإمكان أفضل من مكان، نعم، كما يقولون. نعم، نعم. نعم، بارك الله فيكم. الله، طيب، ينفع بقى يذبح شاة واحدة لو هو عنده توأم عن اثنين؟ لا، هي لكل واحد فقط. هذا هو الحد الأدنى، يعني هذا الحد الأدنى، يعني المسموح به في ذلك إذا لم يكن بإمكانه أن يذبح شاتان، إن صح التعبير، للولد، بإمكان أن يذبح شاة واحدة، لكن ليس أو لا يصح أن يذبح شاة واحدة لاثنين. نعم.